ما الذي حدث للحقائق؟ ده سؤال بسأله لنفسي لمدة طويلة بعد ما شاهد بوستات كتيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمها أصحابها أو ينشرونها على أنها حقائق. صارت الحقائق الموضوعية أقل تأثيراً في الناس من الآراء الشخصية. وعلى هذا الأمر هتكلم معاكم على ثلاث قصص. القصة الأولى بتقول اغتنت المدينة من القصص الزائفة، والمدينة دي اسمها فيليس في مسدونيا أو مقدونية، بلدة شمال إيطاليا تعدادها كله 50,000. مجموعة من المراهقين التين ايجرز فيها ابتدوا يعملوا بوستات بغرض أنهم يربحوا أموال، فاختاروا موضوع معين وهو انتخابات الرئاسة الأمريكية سنة 2016، وحطوا موضوعين بينشروهم كل الوقت. أول حاجة هو الاتهام الجنائي الوشيك لهيلاري كلينتون، وكان الآخر هو موافقة البابا على ترامب. في النهاية اكتشفت السلطات قصتهم وأغلقت الموضع، لكن مش قبل أن يربح بعضهم في شهر واحد 1800 يورو. لكن في نفس الوقت نحن لا نستطيع أن نعرف كم من الناس غيروا رأيهم في انتخاب رئيس الولايات المتحدة بعد هذه الشائعات عام 2016. أخبار زائفة من بلدة صغيرة لكن أثرت في انتخابات أقوى دولة في العالم. القصة الثانية وهي السياسة في عصر ما بعد الحقيقة. وكان في صحفي اسمه فيتالي عايش في بلدة اسمها بيترسبرغ في روسيا، وكان فقد عمله فابتدى يبحث عن عمل لغاية ما وجد عمل في مركز صحفي في بيترسبرغ، وطلب منه أنه يكتب مقالات عن أوكرانيا اللي كان في حرب بينها وبين روسيا في ذلك الوقت. وتم التنبيه عليه لا تذكر مصطلحات زي إرهابيين أو انفصاليين، لكن استخدم مصطلحات ميليشيا. لكن من الناحية الأخرى كان يطلق مصطلح الجيش الوطني على الجانب الأوكراني، وقد اعتقد أنه يعمل فيما يعرف اليوم في الميديا بمصنع الأخبار. كان المبنى اللي بيعمل فيه فيتالي مكون من 5 طوابق. الطابق الأول لكتابة الأخبار المزيفة، الطابق الثاني للتعامل مع كل أشكال مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة، الطابق الثالث فيه المدونين أو البلوجرز، وهما قسمين. القسم الأول يفترض أنهم أوكرانيين وبيقولوا إزاي الحالة صعبة في البلد، ما فيش كهرباء والأطفال حتى مش لاقية لبن وأكل. النصف الثاني من المدونين يفترض أنهم أمريكيين، وبيصور هنا أن زي أمريكا بتقدم معونات والدعم للهجوم الروسي، وأن المهاجمين دول فاشيين إلى آخر. المضحك المبكي أن ما يقدمه المدونون في الطابق الثالث يصبح مصدر أخبار لمن يكتبون في الطابق الأول. أما الطابق الرابع فهم من يعلقون على ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وفي موقع اسمه VK بيتنطق كالآتي: في كونتاكتي، وده فيسبوك الروسي. اللي حدث مع فيتالي بعد ذلك انه في عمله مع في كتابة المقالات انه نقل الى قسم السوشيال ميديا واعطي سيم كاردز، فكان يدخل لكل موقع برقم مختلف ويدخل على انه انثى، فهو بيمثل كذا شخصية. وطبعا الاناث بيكون ليهم مشاهدات أكتر من الرجال على السوشيال ميديا، وكان يضع التعليقات على أي صفحة أي شيء يلاقيه يضع، حتى الحاجات غير السياسية. المهم أنه يضع معلومات زائفة، فمثلا يضع صورة لباراك أوباما يقول فيه بملامح جاد: نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين. وفي نفس الوقت يحط صورة تانية في وقت آخر باراك أوباما بوجه مبتسم يقول: لكننا نمولهم فقط. أو يتم وضع صورة أخرى لأوباما يقول: أريد أن أشن حربا لكنني لا أجد من ينضم لي. هنا يوضح البوست أن أمريكا تؤيد وجهة نظر الكريملين، كذلك يهاجم بنفس الطريقة مستشارة زي ميراكل لأنها ضد الحرب. المهم أن فيتالي استقال بعد ما عرف زيف البيزنس اللي هو بيشتغل فيه وانه عمل مش كويس، وكتب فيتالي خبرته ولاقت قصته كثير من الانتباه على مستوى العالم،
وفي كتاب الميديا فيه اللينك اللي يقول لك فين قصة فيتالي بالكامل، وكان بالمناسبة مهدد من السلطات الروسية. الحكاية الثالثة والأخيرة عن فتاة شابة اسمها بيلي جيبسون، تعيش في أستراليا مليئة بالحيوية، لكنها أصيبت بسرطان في المخ عام 2009، وأعطاها الأطباء 4 أشهر لكي تعيش. الفتاة قوية ورياضية، لكن بيلي بعد ما أعطاها الأطباء 4 شهور تعيش، أصرت على مقاومة المرض بجلسات التأمل والدايت الغذائي الذي يتكون من الفاكهة والخضر فقط. بعد عدة أشهر نالت هذه الفتاة بيلي الشفاء تماما. انتشرت قصة بيلي جيبسون على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهد قصتها ملايين الناس. قرأ الناس عن فوائد ترك الدواء التقليدي والأخذ بالدايت والتمرينات. في عام 2013 قدمت بيلي جيبسون تطبيقها الخاص، الاب بتاعها، بتجربتها، واسمه The Whole Pantry Smartphone Application and its later companion cookbook. تم شراؤه من 200,000 شخص، الاب والكوكبوك، في الشهر الاول. لكن قصة بيلي جيبسون كانت كذبة كبيرة، لم تصب ابدا بالسرطان، وقد شارك الناس قصتها بدون اي فحص لحقيقتها، وبالطبع ربحت اموالا طائلة من شراء الاب وكتاب التغذية. تعبير أخير في نهاية هذا الفيديو، ما هو تعبير ما بعد الحقيقة؟ Post Truth. نحن نعيش اليوم ما اصطلح عليه عالميا بأنه عصر ما بعد الحقيقة، Post Truth. وهذا التعريف تم التصويت عليه باعتباره تعبير العام عام 2016 بواسطة قاموس أكسفورد، Oxford Dictionary. هذا ما نعيشه اليوم منذ عام 2016، عصر ما بعد الحقيقة، Post Truth.